وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب اللبناني الشقيق، وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني على أن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر ورافدا هاما من روافد الإبداع العربي ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نراه. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كافة الإمكانات لدعم لبنان وبناء مستقبل أفضل لشعبه.